السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قواقة من قناة قواقة تي في. عاجل مصرع 5 وإصابة 7 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الدائري في الأليوين، وفاة 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين. يا جماعة ألف مرة نقول وانتوا سايقين سوقوا بالراحة، يا سواقين الميكروباصات، سواقين الميكروباصات مش الناس الطيبة بقى، لا الناس ولاد الوسخة اللي بيجروا، اللي بيبقوا مبرشمين بقى ومستبحين على الصبح وبيجروا بالاتوبيسات، انتوا راكب معاكوا ارواح ناس. كان زي حادثة الرماية برضو، واحد كان يا عيني رايح، استغفر الله العظيم يا رب، كان راجع لبيته وفي تب، وطبعا في ناس كتير ماتت، بس قصة الواد اللي اثرت على الناس يعني، ورايح لامه وامه قاعدة مستنياه، والواد اساسا مات بسبب سواق ميكروباص شارب ولا مستبح طالع بيجري يلحق يعملوا وردتين تلاتة عشان يعرف يجيب حق الاستباحة، قتل الناس اللي معاه. فيا جماعة خلوا بالكم، معاكم ناس استبح يابا، واشرب وروق واعمل كل اللي انت عايزه، مش هقول لك لا، بس مش قبل ما تطلع وردية، خلص ورديتك كده هو كده، اطلع على بيتك يابا استبح وعيش حياتك، سوق وانت فايق بالله عليك يا جدع. ارواح الناس بقت في سجارة حشيش، لا اله الا الله. متنساش تدينا لايك شير سبسكرايب، شغل جرس كل خبر جديد تعرفه اول باول، ولنا رايك في الكومنتات تحت. سلام.